مرسي اتحس مرسي الى اقطع مرسي وسنين مرسي عايزة مني الله الفجر يدا ما يدا وانا مالي انت مالك ازاي انت ناسي ان ابوك هيخبط عليك دلوقتي ويعملك يقولك الصلاة يا مرسي هقوله مش قاعد استريحت بقى طب اما نشوف الصلاة يا مرسي حاضر يلا فين ال عندك تحت السرير يبقى تحت السرير ايوه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم تقبل الله تقبل الله تقبل الله تقبل الله تقبل الله مالك يا مرسي؟ لا ولا حاجة هروح انام انا لا استنى استنى ما تحضر الذكر ذكر بابا انا لما بعمل ذكر الصبحية بروح الشغل نفسي مقطوع جاي الصحيح بيبقى نفسك مقطوع انما صدرك منشرح وبالك مرتاح وسريرتك منفرجة بس سريرتي هتنفرج منين؟ بقول لك نفسي مقطوع ثم الشغل بتاعنا عايز نفس هو مش عايز سريره يلا امال وادع ربنا يرزقك الخلف الصالح احنا عاملين بنادع يابا ليل ونهار من يوم ما اتجوزنا ومفيش حاجه بتحصل وبعدين بقى فين ايمانك يا مرسي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تيأسوا من رحمه الله استغفر الله العظيم معلش يابا الواحد بيهلفط من غلبه على فكره الدكتور اللي قلت لك عليه ودانا له مراتك من كام يوم وكشف عليها وقال ان ما عندهاش عيب يمنع الخلف وطلب يشوفك ويكشف عليك يعني انا بقى اللي معيوب مفيهاش حاجة وهي ازاي تروح للدكتور من غير ما تقولي تيش انا بقى في البيت ولا ايه في الحقيقة يا ابني هي في الاول كانت مكسوفة ومش عايزة تروح لكن بقى انا وامك غصبنا عليها وبعد كده بقينا احنا التلاتة كمان مكسوفين نقول لك مكسوفين مني انا يابا الظاهر بقى ان انا شخصية محترمة وليه مهابة حاضر يلا يا مرسي الله 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 يلا يا مرسي يا حبيبي قبل الاكل ما يبرد طب يلا فول ماله الفول يا ابني ده مش مر البط ايوه اما بس ما حدش بيتمصمر مرتين في اليوم الواحد اتهرم الصمير بصراحه ماله بس يا سي مرسي ما كل الناس بتاكل وانا مالي يا اختي الله الناس اللي بتعرفين بس هم اللي بياكلوا فول في ناس تانية بتفطر كافيار وسوسيس كمان مصيص في برضه يا ابني حد بياكل مصيص مصيص ايه ما تتمطرش على نعمة ربنا وافطر وقول الحمد لله وانت ساكت طب هقول ازاي وانا ساكت مش فاطر لا 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 خلاص خلاص يا حاج خلاص انا اللي هقوم مش هفطر عشان انا عندي الحصه الاولى ها السلام عليكم مع السلامه يا اخويا سي مرسي سي مرسي عايز ايه يا بدر؟ محفظتك يا سي مرسي وقعت مني بس بيها انا اللي بايدي راميها من فلاسه هو انا قلت حاجه غلط Thank you.
لا بدوس فرامل عشان كان الاتوبيس الاتوبيس ايه يا عارف؟ يلا نازل المحطه جاي، جهز نفسه، نازل المحطه جاي، جهز نفسه. انا عايز انزل المحطه جاي بس مش عارف اعدي. ما تنزل يا اخي، انت زي غيرك عامل لك ايه؟ الله، عامل لك كفران يا اخي، عامل لك النهارده حصه مطالعه. انا هقعد مكاني هنا، عايزكم تطلعوا كتب المطالعه وكل واحد يطالع في سر، واللي هسمع صوته يطلع هطلع روح. مفهوم؟ بيتك يا مرسي. صوتك على الرابع اكنك بتدرس لمدرستنا والمدارس اللي جنبنا. خلاص يا سيدي اطمن، حوقت الصوت عشان تستريح، وبكره الصبح وانا جاي هدور لك في البيت على مخده وحاف زياده عشان تمدد رجليك براحتك. مادي الدور. معقول كده؟ معقول؟ كل 45 دقيقة تكلم 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 تكلم، وفصل فوق وفصل تحت. مش فاهم انا، مش فاهم ليه ما يمسكوش المدرس فصل واحد من اول النهار لاخره عشان يعرف ينام براحته. احنا جايين المدرسة عشان ننام يا سيد. امال جايين نلعب؟ يا برودك يا اخي، في اولاد جايين يتعلموا. احنا رفضنا نعلمهم يا مرسي. هتعلمهم ازاي اذا كنت جاي المدرسه تنام؟ جاي المدرسه انام؟ هنعلمهم في بيوت دروس خصوصيه يعني؟ امال فاكر ان انا ممكن اتكل على مرتب الوزاره؟ ده مرتب الوزاره ده وحياتك يا مرسي يا اخويا ما بيكفيني يوم واحد شبراه. طب والاولاد واهاليهم ذنبهم ايه؟ وانت فاكر ان انا بذبحهم؟ لا، ده انا ارخص مدرس خصوصي في المنطقه. طب تفتكر انا بدي الحصه بكام؟ بكام؟ 199 قرش ومدتها ساعه كامله، ويا دوب 10 12 تلميذ كلهم مع بعض، وغايته 5 ساعات في اليوم. لا ده انت تعبان بشكل. المصيبه بقى انهم فاكرين يا ما هنا يا ما هناك. بقى بتكسب 120 جنيه في اليوم ومش عايز الناس تتكلم. سبحان الله في امرك يا اخي. طب ما الدكتور بيكسب 200 300 جنيه في اليوم، هو بتاع جامعة وأنا بتاع جامعة. لا يعني بقى المسألة أهل وزمالك بقى. التدريس رسالة ثقافية. طب ما هو الفن رسالة فنية، والطب رسالة طبية،
والسمكري والميكانيكي رساله تصليحيه، وكله بيقول يلا نفسي. هتيجي انت فيها بقى بتعمل لي بتاع بقى. يا ابني الواحد لازم يكون عنده ضمير. ماشي حاجه، بس ما يجراش يعني ان الواحد يعمل شويه تنازلات والمركب تمشي ونبقى اخر تمام. علي النعمه، ابويا لو سمعك بتقول الكلام ده لبعتك القرافه بتاكس على حسابه. والدك ده دقه قديمه، ما هوش عارف الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي. اللي يسمع كلام والدك ده مش هياكل غير فول مدمس. الله يخرب بيت الفول المدمس. بتجيب لي زيت الفول المدمس ليه؟ السلام عليكم يا مروح. استنى استنى، انا كمان خلصت جدول الحصص بتاعتي وهروح. استنى بقى عشان خاطرك هوصلك بعربيتي الجديده. يخرب بيتك، انت جبت عربيه جديده؟ ده غير التاكسي اللي شغال عليه المدام. مراتك شغال على تاكس؟ اه ماشي. اهلا اهلا يا منير بيه. اهلا بيك على الطناطق يا سيدي. متشكرين على ال على ايه يعني؟ ده اقل من الواجب. رايح فين يا مرسي؟ انا خلصت جدولي ومروح. مروح فين يا سي مرسي؟ استنى، احسن الاستاذ عوض غايب النهارده وعنده ثلاث حصص لازم تديهم بداله. يا حضره الناظم، من اول السنه نص المدرسين ما بيجوش، وانا اللي بدي حصصه لما الواحد انتهى تدريس. اما مصيبه والله، انت كمان هتتدخل في المسائل التنظيميه بتاعت المدرسه يا مرسي؟ لا بس مش كل الشغل عليا، يعني يبقى حبه كده وحبه كده. الله، وبعدين يعني انا عندي دكتور دلوقتي لازم اروح. هو الدكتور هيطير؟ اتفضل يا بندي شوف شغلك وما تعطلنيش، ورايا تقارير سريه بكتبها عن المدرسين. طب اقول انا بقى السلام عليكم يا حضره الناظر بقى. مع السلامه يا سعاده البيه، والف مبروك على السياره، الف مبروك، والله ده منوره امام المدرسه. يلا يا مرسي. يقطع مرسي وسنين مرسي. هو كده، يا تشرب يا تقوم. مع السلامه. خلاص اقوم. اما غريبه قوي، الناس عايزه تقعد سفلقه. كله لله يزنهم، الراجل يمكن يكون تعبان وجراح شويه. يا استاذ مرسي، يا استاذ مرسي، انا ورايا مصاريف، ولو فتحت القهوه مجاني هتخرب بيتي ومش هقدر اعيش. قلم هتنوط بعض على الفلوس. يمكن هما اللي صح وانا اللي غلط، ولا ايه الحكايه؟ مش فاهم. ابويا جاي دلوقتي يقول لك القناعه كنز ولا يفنى. الله، قاعد هنا يا مرسي واحنا مستنيينك في البيت. انا لسه يا دوب جاي يابا. وايه اللي اخرك لدلوقتي؟ خرجت من المدرسه رحت على الدكتور على طول زي ما قلت لي. خير؟ طمني، قال لك ايه؟ خد مني شويه دم وحاجات كده، وقال لي عدى عليه بعد ما يحللهم. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. طب يلا يلا قوم دلوقتي روح عشان تلحق تاكل لك لقمه. انا مش عايز مسامير تاني. اطمن يا سيدي، النهارده مفيش فول. امك عامله لك حدله عدس، انما ايه؟ والاختراع اللي اسمه لحمه وفراخ، ناويين تقطعوه كتير. عيب يا مرسي، احنا قاعدين على القهوه. مش انت اللي بتنكشني يابا؟ طب يلا قوم. امال بلاش دلع. ما تنساش، ولاد الجيران جايين لك النهارده عشان تديهم دروس التقويه زي العاده. خلاص، بطلنا الدروس المجاني. بعد كده اللي عايز درس يدفع، الحصه ب 199 قرش. كلام ايه ده يا مرسي؟ عايز تتاجر في العلم يا ابني؟ هو كده، وفي المواسم والاعياد الرسميه حصه ضعف على طول. يا ابني دول ولاد جيرانك، والنبي وصى على سبع جار. وقتها ما كانش فيه سباك بياخد 5 جنيه كشف على الحنفيه، ولا مكواجي بياكل قميص بشلن، ولا واحد قهواجي بيبيع لك شويه ميه حمراء في كوبايه بسبع ساغ يقول لك عليهم ده شاي. زمان غير النهارده يابا. اياك اسمعك تقول كده تاني. النبي عليه الصلاه والسلام قال: الخير في وفي امتي الى يوم القيامه. وربنا سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني قدم المال على البنون يابا. وقال كمان: والباقيات الصالحات خير عند ربك. طب وفيها ايه لما يبقى المال والبنون والباقيات الصالحات دنيا واخرة؟ استغفر الله العظيم. انت يا ابني عايز تعاند نصيبك ورزقك في الدنيا؟ ده القناعة كنز لا يفنى. وحياة النبي انا كنت عارف انك انت هتقولها. انا بصراحة مش عاجبني تفكيرك اليومين دول. يابا غتمة في الأمر، إن أنا عايز أعيش زي بقية الناس ما عايشة. يا ابني ما إحنا عايشين زي أحسن ناس في الحتة. أنت مش شايف غير الحتة بتاعتنا بس، إنما أنا شايف حتة تانية كتير، حتة واسعة فيها عمارات وجناين، والعمارات فيها شقق واسعة، فيها حمامات، فيها بانيو ناس بتستحمى فيه، مش طشته صفيحة مية بتغلي، وبرجاز وكوز عمال تعبي وتطلع فوق، الواحد وسطه اتقطم من الكوز. بصراحة الكلام معاك بقى يغم. انا ايه مروح، ولما يجي لك مزاجك يبقى حصلني. استغفر الله العظيم. لحقت تزعل وتحمرق يابا؟
يلا انا هقرف نفسي ليه؟ على راي الواد منير هعمل مصلح اجتماعي لوحدي؟ قال له بقى انا مالي؟ عليها النعمه انتوا عالم فقر، طول النهار نازلين شد في انفاس، لا انتوا حاسين بالعمر اللي بيعدي ولا هتبطلوا الانفاس. لو سمحت لو سمحت حضرتك خمسة لو سمحت. ما تعرفش بيت الست النبوية بتاعت الزهر؟ الست النبوية بتاعت الزهر؟ هنا هو آخر بيت على الشمال في البدرون. طيب شكرا. يلا يا نادل انزلي قولي لها خليها ما تتأخرش. هنا؟ أنا بتهيألي شفت حضرتك قبل كده. وأنت كمان شكلك مش غريب عليا. بتقعدي على قهوة بعرة؟ لا انا ما بقعدش على القهاوي. بتروحي عند الحاج ربيع بتاع الكفته؟ انا ساعات بعدي من قدامه. ايوه افتكرتك، كليه الاداب جامعه القاهره. الله، انا برضو كليه الاداب جامعه القاهره. ايوه، حتى بالاماره كنت مشهور بانك الصمام. سلوى. ايوه انت اسمك سلوى. ايوه ايوه ايوه، فاكره لما غششك في الامتحان وكنت هروح اوامطه؟ صح فاكر. بس انت تتغيرت قوي. يعني ايه؟ بقت حلوه ولا وحشه؟ وحشه ايه؟ ده انت كنت اجمل بنت في الجامعه. الله. قال وانا عمال اقول لك شفتك على قهوه بعره وعند ربيع بتاع الكباب، الواحد ذاكرته بقت نيله. انما انت بتشتغلي سواق على العربيه دي؟ سواق ايه؟ دي عربيتي. عربيتك؟ عندي اتنين غيرها. اتنين؟ ما شاء الله. ازيك يا سلوى هاني؟ انما ما قلتليش يا مرسي، انت دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في التربيه والتعليم، مدرس تاريخ من تحتمس وطالع. تحتمس. انما انت اشتغلت ايه بعد ما اتخرجتي من الجامعه؟ يعني تقدر تقول برضو في التدريس. مدرسه؟ لا، نظره. ما شاء الله، ترقيتي بسرعه كده. انا اصلي عامله مدرسه خصوصي. عفارم عليك والله. مفيش احسن من اعمال الحره. هو كده. تعرف يا مرسي، فكرتني بايام الجامعه الحلوه. ابقى خلينا نشوفك. اجيلك النهارده؟ بس بعد الساعه 8 بالليل. انتوا بتشتغلوا بالليل؟ ما هو ده احسن وقت للتدريس. يا ده على كده الاولاد بيتعبوا قوي. انما الحصه عندكم برضو ساعه زي حصصنا؟ احنا عندنا الحصة حسب قوة التلميذ. ده اكيد بقى نظريات اوروبية جديدة ما دخلتش في المدارس الحكومية عندنا. اما تيجي هتشوف بنفسك. طب ممكن العنوان لو سمحتي؟ قوي. خلاص يا روحي، الست النبوية جاهزة وهتيجي في الميعاد مظبوط. طب كويس. باي باي يا مرسي. طب المدرسة اسمها ايه؟ مدرسة الاخلاق الرفيعة. رفضت الجاكيت يا بدعة؟ امال يا سي مرسي، طبعا نفضتها، ده انا نفضتها وكويتها وخليتها زي الفل. طب لبسها لي من عينيا الاثنين. بس لو اعرف الضيافه دي كلها على فين. اقول لك وافرحك يا بت. قول يا اخوي. زميل قديم ليا فتح مدرسه خاصه، حالته بقت فوق قوي قوي قوي. طبعا هو مقدر كفاءتي من زمان. ها وبعدين؟ قابلني امبارح الشعلق فيا، عزمني عنده ليلادي. طبعا انا عارف انه عزمني ليه، بالرغم ان هو ما قاليش. ايه ليه؟ عايز يضمني لهيئه التدريس طبعا. عشان يضمن نتائج عاليه. يا ستي انت عايز تسيب الحكومه يا سي مرسي؟ انت هتعملي فيها زي ابويا؟ بعت على انفتاح. انفتاح يعني انفتاح يعني ايه يا سي مرسي؟ انفتاح يعني فتحي مخك عشان ربنا يفتحها عليك. والله ما انا فاهمه حاجه. انا عارف انك انت مش فاهمه حاجه يا بنت بالراحه. انت جاموسه بصراحه يا سي مرسي، انا كمان مش موافقاك. ما انت اصلك فقريه. نشات وترعرعت في انغلاق مش انفتاح. اوعى يا سي مرسي، انا كان قصدي اقول لك. قصدك بلانيله. اجري هات لي ازازه كولونيا ولغمطيني، عايز اتلغمط كولونيا، عايز ريحه تجيب وابور الميه. وبعدين معاك يا ابو مرسي، في حد يزعل من ابنه يا اخويا؟ اصلك ما سمعتيش كلامه معايا على القهوه كان ازاي؟ مرسي طيب وابن حلال، وفوق كده بيحب يتدلع عليك شويه. انا كمان بحبه وخايف عليه، خايف الشيطان يركبه
ويسيطر على افكاره. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ابو مرسي؟ بقى مرسي المتعلم المصلي ابن حلقه الذكر. الله، ابنك في شيطان يقدر يركبه؟ قوم امتى اخذ الشيطان وروح كل وياه. دلوقتي يتبطر على النعمه ويقول دي مش قد المهام. لا يا اخويا، لما يعرف ان عندنا منبار وسخن وعمار هيجي جاري. ده مرسي ابني وانا عارفاه. يا ربنا يهدي يا ام مرسي. لسه زعلان مني يا ابو مرسي؟ ها؟ ده انا ابنك يا حاج حبيبك، ده انا مرسي. ساكته ليه يا ماما؟ ما تقولي له حاجه. بقى معقول يزعل منك يا طنايا؟ ما تقولي له، لا بيكلمني ولا بيعبرني قدامك اهو. خلاص بقى مش كده يا حاج بقى. يا صلاة النبي احسن، ان شاء الله يا رب ما تتحرموا من بعض ابدا. هروح بقى احمر لك المنبر. منبر؟ منبر منبر؟ اه الله، ظفر يعني؟ ما حطيتك في صوابعك ورا. الله، انتوا اكيد ورثتوا حد من العيلة، بس هتورثوا مين؟ ده عيلتنا واقعة كلها، كلهم ماشيين على قناعة كنز ولا يفنى. سامع كلامه يا ام مرسي؟ يا اخويا بيهزر وياك يا اخي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا خالتي، الحقيني. في ايه؟ المنبر اتحرق مني على النار. يا لهوي. سخان الفول يا بتعة. شفت الحظ المنيل؟ مكتوب علينا المسامير يا جدع. الأخلاق الرفيعة؟ لا، مدرسة الأخلاق التخينة. وفي أخلاق تخينة برضو. الظاهر غلطت في العنوان يا فندم. طب يا سعادة البيه مفيش مدارس جنبيكوا هنا؟ مدارس إيه بقى اللي جنبنا؟ ما تتكلم عدل. ما أنا يا فندم بتكلم عدل، صدقني بتكلم عدل. أنا بسأل على مدارس الأخلاق الرفيعة بتاع سلوى هانم. سلوى هانم. دم خفيف. اتفضل. كده بقى نبقى صح يا فندم. صورة المديرة بتاعت المدرسة. اتفضل. يظهر بقى إن حضرتك بتحب تهزر دايما. لا يا فندم ولا بهزر ولا حاجة، بس أصلكم مش حاطين يافطة بره يعني. لا، التلاميذ بتوعنا بيعرفوا العنوان من غير يافطة. بالتعود طبعا. أيوة بالتعود. أهلا يا مرسي. أهلا سلوى هانم. أهلا. إزيك يا مرسي؟ أهلا وسهلا. اتفضل استريح. تشرب ايه يا مرسي؟ كازوزه من الحجم الكبير لو امكن. من عناية. ظريف قوي ساعه البيه. بمين؟ ده عباس السفراجي. ساعه البيه ده سفراجي؟ ده لابس احسن من الناظر بتاعنا. سيجاره يا مرسي؟ لا فندم ميرسي، ما بدخنش. بالمناسبه حضرتك كنت عايزه ست النبويه بتاعت الزار ليه؟ عشان تعمل زار طبعا. حضرتك عليك عفريت؟ لا ابدا. حد من اصحابك يا فندم عليه عفريت؟ ولا حد من اصحابي. الله، طب بدل ما حدش عليه عفريت، امال يعني عايز الزار بمناسبه ايه؟ بتسلى. حفله ترفيهيه يعني للمدرسه. برافو عليك، اهو ده احسن تعبير علمي للموقف. مش كده؟ لا، ما انت عارفاني بقى، طول عمري ذكي ومفتح وجاهز قوي يعني. وتعرفي ست كمان يا سلوى هانم، لما تعملي حضرتك الزار قدام الاولاد ويشوفوه هيعرفوا ما سووا وهيكرهوه. ده احسن كتير من الشرح النظري، صدقيني احسن كتير من الشرح النظري. نعم يا حبيبي. سعدت بيه بهزقني اول ما دخلته، افتكرته. البيه دمه خفيف قوي. سعدت بيه السفراجي. حقيقي انا مبسوطه قوي عشان شفتك يا مرسي. طب يا فندم بدام كده بقى، انا مستعد اسيب الحكومه واضحي بالوظيفه هناك وانضم لهيئه التدريس هنا عشان تبقى مبسوطه على طول. ها؟ قلت ايه؟ بس التدريس هنا
شغلانه عايزه مواصفات خاصه. انا جاهز يا فندم، ما يغركيش مظهري المتواضع، كل شيء ممكن يصلح. قلت ايه؟ طب سيبني افكر. طيب عقبال ما تفكري على مهلك، الاقيش هنا حته هاديه؟ ليه؟ عايز اصلي المغرب عشان العشاء قربت، وحرام برضه الواحد يجمع فرضين، حرام. طب يا سيدي تعالى ورايا. انا وراك يا فندم، وراك طبعا. ايه الحكايه؟ بتكلموا جد ولا ايه؟ مالي؟ ها؟ مفيش اهدى من هنا؟ لا ده كده تمام قوي. بس ما عنديش مصليه. لا انا معايا منديل هصلي عليه. طيب عن اذنك. ربنا يبارك فيك. يا سلام يا سلام، عامله اوضه نوم في المدرسه عشان تبقى تنقع عملها ليل نهار. طبعا هو النجاح ده بيجي بالسهل من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تكن معنا ولا تكن علينا. اللهم تكن معنا ولا تكن علينا. اللهم صلك على محمد. اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه. صلاح تنفع في مكان زي ده؟ قول يا عباس بيه. تحت امرك يا مرسي. مفيش حته غير الاوضه دي الواحد يصلي فيها. نعم صلي. ايوه صلي زي كل الناس ما بتصلي. كل اوض النوم اللي في البيت فاضيه، افتح اي اوضه وخش صلي زي ما انت عايز. بس والنبي بقى دعوتين ليا لله كده. ربنا يكرمك. الله يخليك. ربنا يكرمك. الله يخليك يا مرسي. هو النوم ايه؟ يا عاملة مدرسة داخلي ولا ايه؟ نهايته صلي هنا وخلاص. البيت ده مش نافع فيه صلاة خالص. صلي في الحمام. مساء الخير. مساء الخير. فهمي بيه. ازيك؟ مساء الخير. اهلا بيكم. تفضلوا تفضلوا. اقول انت وحشنا قوي والله. ميرسي يا حبيبتي. مرسي بيه. حضرته يبقى فهمي بيه، رمزي بيه، وسالم بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا جماعه البيت بيتكم. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. دول ما شاء الله اولياء امور مش كده؟ اولياء امور جدا. واقف لوحدك ليه يا جميل؟ ما تنضم على القعدة. أضم مين يا عبس؟ ما شاء الله ناس أكابر ومحترمين. أضم مين؟ أنا أروح فين في وسط العالم دي؟ مش قوي يعني. مش قوي إزاي يا جدع؟ ما توديش نفسك في داهية. يا نهار أسود. أنت عارف الراجل اللي هناك ده؟ هو واللي وراه. كل يوم صورهم بتطلع في الجرايد. عارف الراجل اللي وراهم بقى؟ أيوة شايف. في راجل وراهم. ده اللي بيطلع في التلفزيون بيقص اللي. يا مرسي يا مرسي بيه. نعم يا مرسي بيه. ياكك انت الشرب بس يبتدي الطاسه تسخن الكل يبقى واحد. يا سلام. عشان كده بقول لك بطل بقى الكازوزه الحجم الكبير بتاعتك دي. خد لك كاس طاستك تسخن تبقى في الواحد تمام. بس ده يبقى حرام يا عبس. يوم يوم في العمر يا مرسي بيه. على رايك. يلا وبيني وبينك انا عامل حسنات تكفيني 20 سنه قدام. اي واحد اللي يعجبك حلاوته هو ده. طبعا اذنكم املى كاسي وارجع لكم تاني. اهلا بيك يا فهمي بيه. الله، هو انت غيرت رايك وهتشرب؟ لا هو اصل في الحقيقه الاخ عباس بالصفرجي هو اللي الح، فانا انكسفت.
مع اني يعني حاسس ان انا في حرج الحقيقه. حرج ليه؟ بس المفروض برضه الواحد ما يشربش قدام اولياء الامور. ما هما كمان بيشربوا. اه معلش بس هما معازيم، انما احنا المفروض اعضاء هيئه التدريس، لازم يكون عنوان للمدرسه برضه. وبعدين معاك يا مرسي، انت هتعلق على حكايه المدرسه دي على طول؟ مش فاهم. مفيش مدرسه ولا يحزنون. امال الاخلاق الرفيعه دي تبقى ايه؟ هي اللي انت شايفها دي. ممكن توضيح لو سمحتي. هقول لك ايه بس، لما قلت لك ان عندي مدرسه كنت بهزر زي ما كنا بنهزر ايام الكليه. يا خبر ابيض. طب والله العظيم انا صدقتك في الاول. انا الاخر اول ما جيت قلت مدرسه ايه يا اخويا اللي ما فيهاش حوش عشان الاولاد يعملوا تحيه العالم. شفت ازاي؟ ايه هو الشغل بالظبط؟ تقدر تقول اني صاحبه مؤسسه للعلاقات العامه. يعني اعمال حره وانفتاح، اللهم صل على النبي. طبعا. ايه هو المؤسسه يعني متخصصه في ايه بالظبط؟ يعني علاقات تجاريه، عمولات، استيراد وتصدير، يعني حاجه زي كده. يعني تقدر تقول ان انا اساعد في العمليه من دول واخد نصيبي وانا مستريحه. الله الله، هو ده الشغل، هو ده الشغل الحقيقي، اللهم صل على النبي. ويا ترى حضرتك عملت المؤسسه دي عن طريق هيئه الاستثمار؟ لا، عن طريق هيئه الصرف الصحي. عن طريق هيئه الصرف الصحي؟ طب والله العظيم عظيم، لو كنت عملتيها عن طريق هيئه الاستثمار كنت اتعافيتي من الضرايب 5 سنين. منور يا استاذ تحكمس. سلوى يلا يا روحي، الست النبوية جاهزة والزهر كمان جاهز. يا سغلله يا ياكك انت بقى تشرب الكاس ده؟ ما تشوفش خالص. انت عايزني ابقى ضرير يا جدع، ده انا لفرت الدنيا. ما تشوفش احسن، تستريح. يلا على رايك. هو ده الكلام، حلاوته. عيب. ابوسه. خد. ايوه كده حلاوته. العالم ريحت اخر تريح. يا استاذ كباس. عباس يا استاذ مرسي، عباس. ايه؟ عباس. عباس مين بقى؟ ده انت طلعت كباس ونص. انا بقول لك. في غلط حصل في القعده.
ازاي؟ الناس اتلخبطت على بعض. والله بص الست اللي هناك دي كانت داخله مع الراجل اللي هناك ده فهي قاعده مع واحد تاني غير الراجل. يا نهار اسود دي بتقبله. الله 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 الله. ايه يا استاذ مرسي؟ الراجل اللي كان معاه بيقبل في حته تانية. يا نهار اسود احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ روح قول لهم لا الغلط يزيد وتبقى مصيبه. هما مبسوطين كده. لا شيخ. العشاء اتدنت. عشاء ايه بس يا استاذ مرسي؟ احنا خلاص على وش الفجر والعصفور قال سو سو. يا خبر ابيض. طب خد بايدي بقى خلينا اروح. ماشي. قبل الكلاب ما تقول هاو هاو. يا ست سلوى فين؟ عشان عايز استاذن منها. لا ست سلوى مشغوله جدا، عندها اجتماع عمل. اجتماع عمل على وش الفجر كده؟ احنا بقى شغلنا ملوش وقت يا استاذ مرسي. طب انا همشي انا. ولو سالتك عني لا مرسي زق. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة يا استاذ دلوقتي يا بتع. بتعت مين يا فندي؟ يا متكاسل يا متخاذل يا متراكم. حضرة الظابط على حضرة النصر. لا ما انا هفهم حضرتك، اصل الموضوع انت عارف. وعامي كمان يا فندي. يا فندي بحافي ازاي؟ ما هي الجزمه اهي. ده تسيب يا استاذ، وهتعرف نتيجه اعمالك دي بعدين. اسمع. ايوه. وريان يا فندي مدرس التربيه الرياضيه جاي النهارده وعنده حصتين، انا عايزك تنطط للعيال شويه. الله.
بس انا صحيت على قدي وانت عارف قدراتي الصحيه يا فندم. اسمع يا فندم، انا مش فاضي، انا ورايا تقارير سريه بكتبها عن المدرسين وعايز ابعتها المنطقه. نطط لي العيال شويه. هوب هوب واحد ايه واحد ايه واحد ايه هوب هوب واحد يلا واحد ايه واحد ايه هوب هوب واحد ايه واحد ايه هوب هوب. يا عيني يا عيني على الصحه والشباب. صحه ايه بلا نيله؟ ده الواحد نفسه اتقطع. اه فعلا وشك مخطوف ولونك مخطوف كده من اول الصبح. اه ده من السهره بتاعت امبارح. اصل انا سهرت سهره انما ايه حاجه كده من بتوع الف ليله وليله. والنبي طب احكي لي احكي لي بقى، احكي من المواضيع دي بتطربني وتشجيني. لا بس لما اخلص الحصه لا يكون النظم رايبني ولا حاجه كده. اه طب وانا بوصلك بعربيتي؟ ها ابقى احكي لي على كل حاجه. عناية. انا مستنيك. عناية. يلا انت اهو هاب 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 هاب. معقول اللي بتقوله ده يا مرسي؟ والله زي ما بحكي لك كده. يبقى فتحت لك طاقه القدر. ليه القدر تفتح لي عشان سهره زي دي؟ يا بني ادم خليك على مستوى الموقف. موقف ايه؟ من خلال ست زي دي ممكن تنقلك مدرسه مستريحه فيها تلامذه متريشين بياخدوا دروس بالعمله الصعبه. اه او ممكن تكلم لك حد ينقلك مدرسه جنب البيت على الاقل تترحم من بهدله المواصلات. بشرفي انا لو مكانك وبمعرفه زي دي ممكن ابقى ناظم مدرسه في اسبوعين. طب واقف هنا ايه مش مروح؟ لا هطلع عند واحد دكتور في العماره دي. دكتور ايه سلامتك؟ لا ده عشان والدي بيعمل عنده تحليل هطلع اطمن عليه. السلام عليكم. للاسف عدم الانجاب منك انت يا مرسي. بالله ازاي يا دكتور؟ ده كويس قوي يعني كويس. دي حاجه ودي حاجه. طب والعمل؟ انا ممكن ابدا معاك علاج من دلوقتي لكن لازم يكون مفهوم من الاول ان العلاج ده هيطول شويه وانا ما اضمنلكش النتيجه. ويا سيدي خليها على الله. طيب لو شفت والدة يا دكتور ما تبقاش تجيب له سير عن الموضوع ده. انت عارف كل اب في سنه نفسه يبقى جد. اطمئن ده هيفضل سر لينا وربنا يقدم فيه الخير. وبعدين بقى يا مرسي انا مش عايز احس بانك متضايق. غصب عنا يا دكتور العيشه بقت غل. لا ملايين ولا بنون محصلين. نايتو ما حدش يقدر يكمل ايه. السلام عليكم. مساء الخير يا عرس. اهلا يا استاذ مرسي. يا ترى الست سلوى موجوده؟ ايوه موجوده. اتفضل اتفضل. دقيقه واحده ساعه البيت هديها قبل. الله محمود المليجي. لا انا استاذ. حضرتك الاستاذ محمود المليجي؟ استاذ محمود المليجي الممثل. انت قوي السينما؟ ابدا ده انا حتى ما رحت السينما من ايام ما كنت في ثانوي. انما ايه اللي خلاك تفتكرني محمود المليجي؟ إيه قعدت حضرتك كده والقبهه اللي حضرتك فيها والحته دي اصلها كمان زلحه يعني ما فيهاش شبه الاستاذ محمود المليجي في فيلم هذا جناه ابي. بس المليجي ما كانش في الفيلم ده. أنا شفته وفاكره كويس. آه يبقى لازم فيلم هذا جناه أمي. ومفيش فيلم بالاسم ده خالص. يبقى فيلم هذا جناه أخي. هو الفيلم أنا فاكره إن كان في حد بيجني على التاني يعني. وزي الأستاذ فايز شوقي. بتشوفه حضرتك؟ كابتن. فضلك ممكن توعدني انك انت تاخد بالك من نفسك وتيجي بسرعة؟ توعدني؟ مع السلامة يا ابو الكباتن. طريق السلامة يا ابني. ايه؟ ايه الأخبار؟ تعليم الغطس مع واحد اسمه جلال.
خدوا مركب بعد صياد العجوز وطلعوا بيها بقالهم 3 ايام. المشكله ما حدش عارف هم راحوا بيها على فين. ما دام خرجوا يبقى لازم يردوا. بس احنا المره دي مستنيين. المهم تفتحوا عينيكوا كويس. 20 صندوق ذهب، في كل صندوق 12 سبيكه، يبقى عندنا 20 في 12. السبيكه 5 كيلو، 20 في 12 في 5. ايه ده؟ ايه كل الاصفار دي؟ يا جاه النبي! يا جاه النبي! والله اتفتحت لك طاقة القدر يا بيبر. خلاص هتنال كل ما تشتهي وتنام على ريش نعام. دي مش لعبة. أنا هنا المسؤول عن كل حاجة، ومن هنا ورايح الكلمة كلمتي، والذهب ده هيتوزع بمعرفتي أنا. فاهم؟ سي محمود ده عامل زي اللي حالق راسه وعادي الناس اقرع ونو زي. انت كنت تعرفه من زمان؟ مين؟ كابتن جلال جلجل. دي عشرة عمر، ده زي ابني تمام. طب ليه مضيع نفسه بالخمره بالشكل ده؟ يمكن ما عادلوش حاجه تانيه في الدنيا. جلال يا بنتي ما كانش كده، كان حاجة تانية خالص. كان عنده مشاريع وأحلام كبيرة أوي. أمال إيه اللي غيره كده؟ في ليلة كان راجع من مصر طلعوا عليه نسوه، ضربوه، عدموه بالعافية، واختصب مراته. ربنا تولاها برحمته، ومن يومها وحاله انقلب. انسي، انتي نفاح البصل. حميد رايح انت شويه وانا هقف مكاني. لا انا مش هنام، لازم نوصل بسرعه. روح انت نامي وهصحيك الفجر. ابدا ما جاليش نوم، قلت اتمشى شويه. خلي عندك دم، احنا ما ننفعش لبعض. وامتى بقى اكتشفت الحكايه دي؟ بعد ما قابلت جلال بتاعك؟ جلال ملوش دخل. نعم يا حلوه، عليا انا الكلام ده؟ الذهب ده بتاعنا وانتي وبس. بس كنت حاسمح لجلال بتاعك انه يشاركني في الذهب او ارمي له شويه منه، مفيش مانع. لكن يشاركني فيكي حق ايه يا ابو حق؟ حق ده؟ اتجننت؟ انا ابقى مجنون لو سبتك. ابعد عني. ابعد عنك، هو انا هسيبك؟ هتروحي مني فين؟ قلت لك هتروحي مني فين؟ ابعد عني، يا رايك حامد!
ابعد عني. بتاعتي عارفه يعني ايه بتاعتي؟ يا ريس عامل انت طلعت وسخ وساخة. استرها يا بيه بس. هي اللي جرجرتني هنا. كانت بتقولي نقسم الدهب انا وهي بس. بس انا مرضيتش. بس انا مش خايف. قالت لي طيب انا هفضحك. هفضحك قدامهم كلهم. بعد كده هجمت عليا. لولا انتوا جيتوا. هي دي حقيقة رئيس حامد. وربنا يشهد على كلامي. ما تجيبش سيرة ربنا على لسانك. انت اندل منك ما شفتش في حياتي. تعالي يا بنتي. فو عليك يا وسخ.
Thank you.
هقابلك وراهم بس من بعيد، اوعى يحسوا اننا ناطرينهم وياك يضيعوا منك. يلا. الحمد لله بالسلامة. جبت الديناميت. اهو الديناميت. خلي بالك يا حاج. اصلها وقعت وزحلقت. صح، هي وقعت وزحلقت. هو لو قربت هضرب النار، لو قربت هضرب النار، لو قربت هضرب النار، لو قربت هضرب النار. كلب ولا يسوى. جبت لك لقمه تاكلها. مش كفايه شرب بقى؟ عارفه انا كان ممكن اقتل النهارده، بس انا اصلي ما بحبش العنف. بحر هادي جميل، بحر لذيذ جميل ومسالم. قصدك لسه غطاسة مبتدئة؟ عارفة أنا غطست كم مرة؟ 2000 مرة. أنا بنزل تحت 80 متر و100 متر بنزل، بشوف عالم غريب ولذيذ. عارفة القرش اللي بيصوروه في السينا بيعض وبياكل؟ ده لذيذ خجول. ما قربش ناحيتك طول ما انت بعيد عنه. تعبان السمك، عارفة تعبان؟ خطير. طول ما فاتح بقه ما قربش ناحيتك. لو قافل بقه بيديك انذار انه ممكن يعضك. تطلعي فوق المية تلاقي الناس اللي عاملين نفسهم كلهم خير، هم اللي عايزين ينعشوا لحمك. أنا بتهيألي هم دول القروش الحقيقية
قلتها لحد في حياتي غيرك. أنا كمان أول مرة تتقال لي الجملة دي. بينا بيزنس لازم نخلصه. اللي هي نصفتنا. انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ طبعا اعرفه. واعرف سي جلال والريس حامد كمان. اعرفكم كلكم. حضرتك تطلع مين؟ وعايز ايه بالظبط؟ انا مين ده بقى من الشغل؟ وعايز ايه؟
أنا مش عايز غير حاجة واحدة بس، الدهب بتاعي. الدهب موجود عندك، خده وامشي. مش بسرعة كده يا سجلال. أنا مش قصدي على الصندوقين دول، أنا قصدي على بقية الدهب اللي تحت في الفردوس. تحت مفيش دهب، هو ده كل اللي موجود. مش عارف ليه يا أخي، مش قادر أصدقك. انزل اتأكد بنفسك. جلال، قلت لك مش بسرعة كده يا سجلال. بقول لك ايه، أنا مستعد أعمل أي حاجة، كل حاجة عشان أوصل للدهب اللي تحت. أقول لكم إيه، أنا حاسبكم تفكروا براحتكم، فكروا بسرعة بس فكروا صح، ولو صبري نفد أنا مش عارف أعمل فيكم. ماليش دعوة بيك يا معلم. يا معلم ايه في ايه؟ عايز اقابل معلم. طب هات انزل قدامي. ماله ده؟ عاوز يقابلك يا معلم. ابوس ايدك يا معلم، انا في عرضك، انا ماليش دعوة بالباقيين دول خالص. انا كل اللي اعرفه إن لسه في دهب تحت. أنا بقى أقدر أكلمهم وأخليهم يغطسوا ويجيبوا لك بقية الدهب، بس أنت تؤمر. وأنا موافق يا حودة. روح كلم أصحابك وإذا وافقوا أنا جاهز. وأنا بالطريقة دي بنقص حياتك. قلتوا إيه؟ امشي من قدامي لغاية بحر. استنى يا جلال يا ابني. أستاذ محمود، روح قول لي اللي بعتينك ان احنا هنفكر في الموضوع وهنرد عليكم بالليل. ماشي، هو ده عين العقل. موضوع ايه اللي هنفكر فيه يا حامد؟ ما انت عارف ردنا من الاول. فهموني يا اولاد، انا كل غرضي اننا نكسب وقت عشان نعرف نفكر ونعرف ندبر، ولا ايه؟